تفاصيل وسبب وفاة عبد الهادي الصالحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. توفي عبد الهادي الصالحي خريج برنامج ستاند أب بعد حادثة سير تعرض لها الشهر الماضي. توفي الفنان الكوميدي عبد الهادي الصالحي وذلك بسبب حادثة سير تعرض لها مؤخرا، إن لله وإنا إليه راجعون، وهو خريج البرنامج التلفزيوني ستاند أب الذي تبثه القناة الأولى في كل سنة مرة. وقد شارك الفقيد عبد الهادي الصالحي في هذه السنة 2024 إن لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.